بيقول في قصة قيلت في شريط غير مستعد لأحد اللي بقى كهنة، أن شخص قام من الأموات ويحكي أن الملائكة أخذت روحه، ثم بعد ما صعدوا به تصارعت الملائكة مع الشياطين على هذا الشخص، ثم كسبت الملائكة وصعدوا به. يعني شوف شوف الأب الكائن ده بيقول إيه. ده بعد ما مات قام وقال انهم اتصارعوا عليه. احب ان اقول لكم شيئا من واقع الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس حكى لنا عن اشخاص قاموا من الاموات، سواء اقامهم انبياء او اقامهم السيد المسيح او اقامهم الرسل زي بطرس او بولس، لكن لم يحدث ان احدا منهم حكى حصل له ايه لما مات وجرى له ايه ساعتها. الظاهر ان هذه الاشياء لا يسوغ للانسان ان يتكلم عنها، وربنا ما يسمحش انهم يتكلموا عنها. زي ما بولس قال صعد السماء الثالثه وراى اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان ان يتكلم عنها. يعني في اشياء ما الانسان ما يقدرش يتكلم. ما شفناش ميت حكلنا لما مات جرى ايه، وفتره موته قبل ان يقام جرى ايه، ما حصلش الا عند هذا قصه هذا الاب الكاهن. يعني